السبب اللي عشانه احنا قررنا نطلع هاي الشخصية وندخل بدلها شخصية جديدة هنا خالفت شروط وقوانين العقد. استبعاد بيسان اسماعيل من فيلم نتفليكس وملاحقتها قضائيا. انا فعلا ما احترمت العقد صراحة لانه الشركة اسرائيلية. من قبل عدة أشهر وقبل انفصالهما أعلن الثنائي أنس وبيسان عن تحضيرهما لفيلم رح يعرض على شبكة نتفليكس العالمية ولا رح يكون من بطولتهما، إلا أنه وبعد الانفصال ظل مسير الفيلم مجهول بالنسبة للجمهور، وصار يتساءل عن هل رح نشوف بيسان وأنس بدور البطولة مع بعض رغم انفصالهم والخلاف اللي بينهم. ليرد أنس وأخيرا عن تساؤلات الجمهور من خلال هالبوست اللي جمعه مع مخرجة الفيلم وبنت تانية مجهولة الهوية، وعلق به الحمد لله حلمي تحقق، مخرجة الفيلم موجودة معي بالصورة وهيك بقدر أحكي لكم بالتطورات الجديدة. تم تثبيت وجودي في فيلم نتفليكس كشخصية البطل مع شخصية بطلة جديدة، ومتحمس تتوقعوا مين البنت اليوتيوبر يلي موجودة معي بالصورة رح تكون معي بالفيلم. فبعد هالتصريح طلعت مخرجة الفيلم بستوري على صفحتها على انستغرام توضح سبب استبعاد بيسان اسماعيل من الفيلم واستبدالها، والسبب وحسب تصريحها كان مخالفة بيسان لشروط العقد اللي كان بينهم. لهيك حبايبي كثير بهمني اوضح لكم انه السبب اللي عشانه احنا قررنا نطلع هاي الشخصية وندخل بدلها شخصية جديدة هنا خالفت شروط وقوانين العقد. مهم لي كثير كمان اوضح انه هاي الشخصية ما احترمت ابدا الشروط يلي نحنا اتفقنا عليها وكانت واضحة من البداية في العقد. لتطلع بيسان وترد على ستوري المخرجة وتؤكد كلامها. انا فعلا ما احترمت العقد بصراحة او ما التزمت فيه لانه الشركة اسرائيلية وانا ما بيناسبني اني اصور فيلم شركة اسرائيلية، فلهيك ما ناسبني العقد وخالفته وموفقين. مما دفع مخرجة الفيلم تطلع بستوريها التانية علقت من خلالها بي بكل دولة في شيء اسمه قانون، أنا ما بسمح لك بتشويه سمعتي ورح كون متواجدة بدبي وألاحق الموضوع قضائيا، ووصلت بي رح نتجه للقضاء وبيناتنا محاكم، ما بسمح لك بتشويه سمعتي. لترد بيسان بي أنا حكيت الحقيقة أنه الشركة تبعك إسرائيلية، هي حقيقة مو تشويه سمعة. ولحد الآن الجمهور ينتظر تفاصيل أكثر عن الموضوع، من بينها شو سبب المشكلة ورد أنس الشايب حول هذا الموضوع، حيث أنس لم يرد لحد الآن إلا بفيديو على صفحته على انستغرام علق من خلاله بي أنا دمي فلسطيني، فشاف البعض أنه هذا كان رد أنس للموضوع. وأيضا عم يتساءل الجميع عن مين بتكون اليوتيوبر يلي أخذت مكان بيسان بالبطولة.